صدر عن صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم عشر لسنة 2020 بتعيين مديرين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جاء فيه يعين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل من السيد أحمد خالد علي العريفي مديرا لإدارة الإعلام السيده منار احمد عبد الله ثاني مديرا لاداره التواصل